الكرام للحديث بقية الشوط السادس يسير، ويصحبكم فيه الزميل مطلق بن علي العنزي. الأمنية له بالتوفيق، ولكم كذلك أحلى وأطيب الاستماع والمتابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، من يتابع قناة الريان الفضائية، من يتابع هذه الأحداث الرياضية، من يتابع هذه الأمسية الخاصة بالعنابي، امتاع جميل للشعار العنابي في هذا المساء. نهني سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، نهني المضمرين سلطان الوهيبي والذهبي سالم بن فاران على هذا الإبداع في هذا المساء. ننطلق مع سادس الأشواط وشوط خاص بالقعدان ومسيرة الأربعة كيلومترات الخاصة في الأشواط المفتوحة. نتابع الصدارة ونتابع المقدمة ونتابع الوعب على المقدمة. سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني يضمر الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثاني مهيض على ثاني المراكز، سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، هنا حسين بن محمد آل سفران المري في المتابعة والتضمير. المركز الثالث انطلق مع همام ضيف من دولة الإمارات العربية المتحدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عمدة المضمرين، عبيد بن شينان المري في المتابعة، يليه في رابع المراكز وصول الناوي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني العملاق سلطان بن محمد الوهيبي في المتابعة، يليه أيضا في خامس المراكز. من الجانب الآخر تواجد المهاجر لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد بن حميد النعيمي بالمتابعة، فايز بن غفان الجابري. إذن هذه الأسماء الخمسة بعد انتصاف المسافة مسافة الأربعة كيلومترات. يا سلام، أمسية جميلة مع اللقاية ومع انطلاقة اللقاية. أعود إلى مجريات الشوط، أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى مقدمة الشوط، إلى الصدارة، إلى الوعب لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع الذهبي سالم بن فران المري في المتابعة والتضمير. يبحث عن تسجيل نقطة ثالثة لبن فران، بينما النقاط الماضية الخمسة كلها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ولكن وجود المضمر سلطان بن محمد الوهيبي يشكل خطر في المقدمة. يا سلام، إذا ثلاثية جميلة. أشاهد شعارين لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وأيضا شعار مهيض هنا بشعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني حسين بن محمد آل سفران المري الذي احتل الصدارة مرة أخرى وانتقل إلى مقدمة الشوط. بينما رابع المراكز شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع همام عمدة المضمرين عبيد بن شينان يتابع في عملية التضمير. خامس المراكز وصول لبديع، هنا وصل في خامس المراكز بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. يا سلام، وصول أيضا لخامس المراكز وتدخل هملول بنفس الشعار، شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني سلطان بن محمد الوهيبي. يا سلام، أعود إلى مقدمة الشوط، افتتحنا الكيلومتر الأخير. يا سلام، هنا الناوي على المقدمة، الناوي بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني سلطان بن محمد الوهيبي الذي أبدع في هذا المساء بنقل ثلاث نقاط لصالح المضمر سلطان بن محمد الوهيبي مع الشعار العنابي الكبير. يا سلام، الناوي على المقدمة، الناوي على الصدارة، سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني يقود سلطان بن محمد الوهيبي المبدع دائما عملاق المضمرين كما أطلق عليه. بينما ثاني المراكز همام لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عبيد بن شينان المري، ولكن خلوني مع المقدمة، خلوني مع الصدارة، خلوني نوى الناموس، الناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني في هذا الإبداع المسائي لهذا الشعار
بدون أي أوامر، بدون أي أوامر، سلطان بن محمد الوهيبي يبدع في هذا المساء الشعار العنابي، شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، تضيف النقطة السادسة في هذا المساء، النقطة السادسة في هذه الأمسية، في هذا المساء الجميل. يا سلام، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني ولسلطان بن محمد الوهيبي المركز الثاني، أيضا نفس الشعار، شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني مع سلطان بن محمد الوهيبي المركز الثالث. المركز الثالث همام لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ورابع المراكز وصل مهيض لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، وخامس المراكز وصل شاهين لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. إذن النقطة السادسة لشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، 6 دقائق 4 ثواني 6 أجزاء من الثانية توقيت الناوي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني سلطان بن محمد الوهيبي، تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني 6 دقائق 9 ثواني 8 أجزاء من الثانية توقيت حملون لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، أيضا المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. ثالث المراكز وصل شعار هذا المركز الثالث مهيض على ثالث المراكز 6 دقائق 13 ثانية، جزئين من الثانية مهيض لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني.